السياسية المصرية. ليس فقط أسلمت النظام السياسي، بل أسلمت الدولة والأخلاق أيضا. وبدأنا نشهد إشكاليتين، إشكالية عزيزة على الحركة الثورية، وهي إشكالية التطور الديمقراطي، وإشكالية أخرى إشكالية إنشاء نظام يتسم بدرجات متفاوتة من الإسلام السياسي. عند فريق من فرقاء الإسلام السياسي المشكلتان أو الإشكاليتان كانت مرتبطتين، هذا عند الإخوان المسلمين، ولكن عند فريق آخر مثل السلفيين مشكلة التطور الديمقراطي لا تعجل إطلاقا. فأصبحنا في مجتمع أمام إشكاليتين اثنتين، وانفجرت المشكلات المترتبة على هاتين الإشكاليتين. وبالطبع التعدد إذن لم يكن تعددا فقط في الهياكل، وإنما هو تعدد في المشكلات ذاتها. المشكلة الطائفية بالطبع هي أبغض ما يمكن أن نستنتجه من هذا الانقسام. بينما في الواقع كان يمكن الدفع بالتطور، الحركة ذاتها التي نشأت في 25 يناير والتي كان تدفيقها الأول في 11 من فبراير كان يمكن دفعها في نفس الاتجاه، وكانت الأفرقة التي اشتركت في الحركة الثورية يعرف كل منها حجمه ويعرف أيقبل حتى كل منها بحجمه. ولكن الإشارات التي استنتجها البعض من تشكيل اللجنة ومن التعديلات المقترحة هو الذي أدى إلى هذا الانقسام، وبالتالي إلى تعدد المشكلات التي نواجهها. ومع ذلك فإن تقدما ملموسا قد أحرز منذ 11 من فبراير الماضي. وأستطيع أن أذكر مثلا الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية، لأنه اعتراف بمبدأ التعددية، اعتراف بمبدأ التعدد، ولا يمكن فصل التعدد السياسي عن التعدد النقابي، حيث أنه يسهم في حل كثير من المشكلات الاقتصادية أو المشكلات التي درج البعض على تسميتها بالمشكلات الفئوية. تقدم ثاني هو قانون الأحزاب السياسية. هو قانون في الواقع ليس مقبولا، لأنه قانون يقيد ويضيق على تشكيل الأحزاب. ومع ذلك فإنه يسمح بإنشاء أحزاب سياسية ويسمح بالتنظيم، والتنظيم هو الذي سيقف عائقا أمام التطرف وأمام التسلط السياسي من جديد. هذا القانون يسمح ولأول مرة منذ 6 عقود بأن ينظم المصريون أنفسهم بدون أن ينظر إلى هذا التنظيم على أنه خروج على الجماعة أو على أنه تمرد على التوافق العام في الجماعة. بعد ذلك يمكننا أن نقول أن المسؤولين عن الأمن وعن القمع وعن القهر قدموا إلى المحاكمة، فكيف لأي مسؤول جديد عن الأمن أن يمارس قمعا مرة؟ هذا في الواقع سيكون رادعا عن ممارسة القمع في المستقبل. الجهاز أمن الدولة الذي اخترق الأحزاب السياسية والذي اخترق الجامعات والذي اخترق كل أشكال الحياة الفكرية والتنظيمية والثقافية في مصر، أيضا ليس فقط أنه سقط، وإنما احتراما واحترام أساليبه سقطت في المجتمع. ثم هناك وسائل الاتصال التي لعبت دورا هائلا في أثناء الثورة. هناك الصحافة المستقلة، هناك القنوات التلفزيونية المستقلة، في مقابلها بالطبع يوجد صحافة تابعة للدولة، ولكن هذه الصحافة سيصعب عليها الاستمرار حتى من الناحية الاقتصادية إن لم تتبع الرأي العام، إن لم تعبر عن الرأي العام الموجود في الدولة. هذا كله أظن هذه كلها من أشكال التقدم
ناهيك بالطبع عن المحاكمات عن الفساد المالي، وناهيك عن تقديم حتى أولئك المسؤولين عن الفساد السياسي للتحقيق. أنا أظن أن التقدم المحرز سيكون عقبة حقيقية في وجه عودة التسلط السياسي إلى مصر. أنا أظن أن المشكلة الحقيقية ليست في مواجهة التسلط، المشكلة الحقيقية هي في الحفاظ على نظام سياسي موحد وليس مفتتا. ليس معنى هذا أنه لن يكون هناك من يحاول بدعاوى حفظ الأمن أن يفرض نظاما فاشيا أو شبه فاشي، وأن يحاول أن يمارس القبضة الحديدية على المجتمع، ولكنه سيفشل. والمشكلة هي أن أولئك الذين قد يغريهم حل القبضة الحديدية لا يعرفون أنهم سيفشلون، وبالتالي نستطيع أن نتوقع أن يحاول البعض الإمساك بالمجتمع بقبضة حديدية، والمشكلة الأكبر أنه سيفشل. المشكلة الأكبر حتى هي أن هذا سيؤخرنا تأخيرا كثيرا في بناء النظام السياسي المنشود. أنا أظن أنه لابد من إيجاد القنوات التي تسمح لأصحاب المصالح بأن يعبروا عن مصالحهم، إيجاد القنوات التي تعبر عن المواقف والمناظير السياسية المختلفة، وأن تشترك هذه كلها في بناء النظام السياسي المنشود. أظن أنه لابد أن توجد قنوات قبل أن نشرع في التفاوض حتى بشأن الدستور وبشأن النظام السياسي. النظام السياسي والدستور عملية سياسية في المقام الأول، ليست عملية فنية، وهي تحتاج إلى أن ينظم الناس أنفسهم، وما يدعى به من أنه ينبغي الحيلولة دون التفتت، هذا ادعاء غير منطقي وغير مقبول. في الواقع نحن في وقت لابد أن ندفع فيه في اتجاه التنظيم، وبعد ذلك سيجيء وقت لتنظيم هذا التنظيم. لابد من أن ندفع في التنظيم وأن تشترك هذه الآليات في بناء النظام السياسي. من جديد، لا أظن أن الطريق أمامنا هو طريق التقدم فيه خطي لينير، لا أظن أنه سيكون تقدما خطيا. للأسف أظن أنه سيحدث تقدم وستحدث انتكاسات، وسيحدث تقدم وستحدث انتكاسات، ولكن الشيء الهام هو أن أي نظام سياسي في مصر لا يمكن أن ينشأ إلا بناء على التوافق، إلا بناء على الكونسنسس، وبالتالي سينشأ نظام سياسي يقوم على التوافق، ولكن المسألة في أي وقت سينشأ، أي وقت سيأخذ هذا، وبأي تكاليف، نرجو أن تكون التكاليف باهظة. شكرا. شكرا إبراهيم. بعد الدكتور شادي أزي حرب، عضو ائتلاف شباب الثورة للحديث، وبرضو بذكر الحضور اللي عنده أسئلة، في ناس متداولين بيلموا الأسئلة، فضلا أن هيكون هناك ميكروفونات في الآخر، إنما الوقت هي بيسعنا، فأرجو أنك تستعينوا بالزملاء عشان نحل الموضوع سريعا. فضل شيء. مساء الخير، وتعتذر أولا على التأخير، تبقى صعبة شوية أن يبقى في كذا اجتماع في يوم واحد في المرور بتاع القاهرة، تبقى مشكلة شوية. أنا بس يعني عايز قبل ما نتكلم على مستقبل الثورة، مستقبل مصر، لازم نعترف جميعا بأن الثورة دي مختلفة شوية عن ثورات كتير قبل كده، فإنها ثورة لا تحكم، الثورة لم تصل للحكم، فبالتالي كل ما يحدث هو خارج إطار الإرادة الثورية اللي كان متوقع أن هو كانت تبقى موجودة في الأول. في مصطلح بقى يعني دارج أول الأيام دي، وهو مصطلح الثورة المضادة. الثورة المضادة دي لو احنا جينا قارنا
الثورة المضادة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي بثورة مضادة حصلت في ثورة وصلت للحكم زي مثلا ثورة يوليو، حصل برضو بعدها محاولات للثورة المضادة وكانت في صورة القضية معروفة، كانت تفجير مكاتب الاستعلامات وتم اتهام بعض اليهود فيها، وكان دور المخابرات المصرية وقتها في كشف هذا المخطط كان دور مهم جدا، وكان الهدف الأساسي هو الوقيعة ما بين القيادة الثورية الموجودة دلوقتي ساعتها والمجتمع الدولي. إنما تم كشف المؤامرة والتعامل معها، وفي الآخر الثورة استمرت ونفذت جزء من أهدافها في المرحلة اللي كانت فيها. إيه وجه الخلاف بقى ما بين الثورة المضادة دي واللي إحنا فيها دلوقتي واللي بنعاني منها دلوقتي؟ إن إحنا مش قادرين نتحكم فيها خالص. إحنا عمالين نقول في ناس في ثورة مضادة في ثورة مضادة، وعمالين نقول إن اللي بيعملها هم فلول الحزب الوطني وفلول أمن الدولة وكلمة الفلول اللي بقت على كل واحد بيقولها. طب ما هم الفلول دول مش المفروض ان احنا نقدر يعني نتحكم فيهم او على الاقل نقيدهم؟ انا بيتهيألي المشكلة اكبر بكتير من ان احنا نتكلم على الفروع، يعني او الفلول دول هم الفروع، ان هم اللي موجودين على الارض اللي هم بينفذوا هذا المخطط على الارض، لكن هناك من يخطط. وانا يعني مع اني ما بحبش نظرية المؤامرة بالذات المؤامرة الخارجية، وطبعا في مؤامرات خارجية، انما اعتقد ان الاهم واللازم نركز عليه اكتر هو المؤامرات الداخلية، هي دي اللي عايزة ترجعنا فعلا لعصر ما قبل الثورة. وهو ده يعني العقل المدبر زي ما بيقولوا لحوادث الثورة المضادة دي. احنا محدش فينا يقدر يقول هو فين بالظبط، انما اللي انا اقدر اقوله ان في تباطؤ للتعامل معاه ايا كان هو فين. ولو احنا اتكلمنا على تقصير امني، يعني الساده الحضور اتكلموا زي الدكتور ابو الغار اتكلم على مدى التقصير الامني اللي موجود في الشارع وهكذا، طبعا كلنا متفقين على هذا التقصير الامني، انما في تقصير امني اهم وهو كيفيه اجهاض يعني المحاولات الثوره المضاده قبل ما تحصل. انا اعتقد ان ده تقصير امني اكبر بكتير جدا من التقصير الامني اللي احنا بنشوفه في اقسام الشرطه وبنشوفه على مستوى الشارع. هل التقصير الامني ده يعني خارج عن ارادتهم ولا متعمد؟ دي برضو اجابه انا ما اقدرش محدش يقدر يتهيألي يجاوب عليها دلوقتي. المشكله طيب الثوره المضاده دي عايزه تودينا فين؟ اعتقد ان يعني اقرب سيناريو هو بيخطر على بالي دايما للاسف برضه هو سيناريو الجزائر. ان اللي بيحصل ده كل اللي بيعملوه اللي هو ابراز تيارات اسلاميه متطرفه وتخويف الناس بيها، وهي فزاعه اعتاد النظام السابق برضه على استخدامها، وبعدين نتحط كلنا قدام امر واقع جديد هو اننا يجب ان نبحث عن نظام قوي يفرض سيطرته ويبتعد بنا عن اي نوع من انواع التطرف. ففي الاخر نرجع لنموذج جديد من نموذج دولة مبارك، انما قد يكون نموذج معدل شوية. الـ يعني سيناريو الجزائر انا عارف ان هو لو حد عارفه كويس هو سيناريو مخيف، انا ما اعتقدش ان احنا ممكن نوصل لمثل هذه الدرجه من يعني فجاجه في تنفيذ هذا السيناريو او حتى من مذابح زي ما حصلت في الجزائر، انما ممكن يحصل بدرجه مخففه شويه. وهو ده انا اعتقد ان هو ده الخوف الاساسي لكل من قام بالثوره وكل من تحمس لها في الفتره القادمه. طب لو احنا حطينا ده كاحتمال وارد ازاي نتعامل معاه؟ الحل الوحيد ان احنا نتعامل مع الثورة المضادة واحنا عارفين ان اللي على الارض دول مش هم العقول المدبرة. ندور على العقول المدبرة ونطلب من القيادة السياسية الموجودة دلوقتي والاجهزة الامنية السيادية اللي موجودة انها تبحث معنا عن هذه العقول المدبرة والتعامل معها بشكل فوري. لان كل اللي بيحصل دلوقتي يعني اللي بيتقال ان ممكن يبقى في ناس اللي فطورة هم اللي بيديروا هذه العمليات،
انا اشك، ولكن ده برضو احتمال وارد. ولكن هناك من يعمل في الخفاء ويدير هذه الحملات بطريقة يعني للأسف انها طريقة جيدة جدا، ونجحت فعلا بانها تؤدي بكثير من فئات الشعب المصري بانها تطالب بطريقة او باخرى ان زمن الرئيس مبارك كان زمن افضل، على الاقل ما كانش فيه فتنة، مع ان الفتنة كانت مالية الدنيا برضو ساعتها، ما كانش فيه يعني بلطجة، مع ان برضو البلطجة كانت مالية الدنيا، انما كان كلها كانت حاجات مستخبية وكان الاعلام مخبيها كويس. فاحنا ده هياخدنا للموضوع التاني الاهم عشان نوصل للنتيجة اللي هي بتاعت سيناريو الجزائر دي. ما نتيجة سيناريو الجزائر دي مش هتيجي غير بانتخابات، وده اللي حصل في الجزائر، ان حصلت انتخابات، وفي الانتخابات دي وصل فيها الاسلاميين لنسبة كبيرة جدا. انا اعتقد برضو ان تجربة الاستفتاء يعني بتخلي يبقى عندنا هاجس شرعي جدا ان احنا نخاف ان ده يتكرر برضو في الانتخابات، ان كان القوى الوطنية كلها في جهة والدولة والاسلاميين كانوا في الجهة الاخرى. طب من يضمن لنا ان ده ما يحصلش برضو في الانتخابات؟ بل على العكس، كل الدلائل دلوقتي بتشير انها فعلا ده الاقرب انه يحدث في خلال الانتخابات اللي جايه. احنا بنقولش ان ممكن يحصل تزوير، مع ان نتمنى برضو ان يكون في رقابه دوليه حقيقيه على الانتخابات، انما ممكن يحصل التحيز زي من طريق زي التحيز الاعلامي او تحيز باطلاق يدهم في استخدام الدين واستخدام الجوامع واستخدام وسائل الدوله للدعوه لطيارات معينه. لو حصل الوضع ده في الانتخابات القادمة، مهما احنا عملنا دلوقتي في خلال 3 اشهر دول مش هنقدر نوصل ان احنا ناخد اغلبية، خاصة ان اصلا الفترة اللي احنا مسموح لنا يعني بان احنا او يعني قدرة لنا ان احنا نشتغل فيها هي فترة قصيرة جدا لا تسمح ببناء احزاب وتفعيلها وخوض انتخابات حقيقية في الفترة القصيرة اللي احنا فيها دي. ومع هذا سنحاول ان نخوض التجربة، ولكننا قد نخوضها ايضا امام خصم او يعني في معركة غير متكافئة. احنا انا ما بقولش ان مصر هتتحول لدولة دينية، وانا عشان عارف ان هو ده يمكن الهاجس الاكبر عند معظم الناس، مصر لن تتحول لدولة دينية حتى لو الاسلاميين اخذوا 70 أو 80% من الكراسي البرلمان، لان مصر طبيعتها مش كده، ولان الوضع السياسي في مصر مش هيسمح بكده ولا القيادة السياسية تسمح بكده. قد تسمح ان هم ياخدوا هذه النسبة، ولكن مصر لن تتحول ولا للسعودية ولا لإيران. اعتقد ان الهدف الاساسي من ان هم ياخدوا نسبة فوق 50% هتبقى ضمان ان يبقى فيه نوع من القيادة المطمئنة اللي تيجي بعد كده في انتخابات رئاسية، وهو ده اللي انا بقول عليه انه ممكن يبقى سيناريو الجزائر بس الطريقة مخففة شوية. ده كلها هواجس اتمنى انها تبقى كلها خاطئة، ولكن للأسف ان في شواهد كتير بتخلي الهواجس دي لحد ما مبررة. كل الكلام اللي انا بقوله ده كلام يبعث الاكتئاب شوية ويحسسنا ان احنا ممكن نكون رايحين في طريق احنا مش عارفين نتحكم فيه. انما انا اعتقد ان من يوم 25 يناير والكرة في ملعبنا مش ملعب اي حد تاني، فعشان كده هو كل ده ليه حلول، واهم هذه الحلول هو ان يبقى فيه ضغط شعبي على القيادة السياسية الحالية بانها تسعى لانتقال حقيقي للديمقراطية. احنا كان في مطلب بنطلبه يمكن من قبل التنحي، وهو ان اللي المفروض يجي مجلس رئاسي مدني. كل القوى الوطنية تقريبا بلا استثناء طلبت هذا الطلب، يمكن ما عدا برضو التيارات الإسلامية الأقرب دلوقتي للدولة. المجلس الرئاسي المدني ده قد يكون هو الضمانة الوحيدة اللي تسمح لانتقال حقيقي ديمقراطي للسلطة، وتضمن أكتر من إن أي محاولات لثورة مضادة هيتم التعامل معها بجدية. ده تصور ان هو لازم يجي
صورة مدنية ملهاش أي أغراض في المرحلة في المراحل القادمة هي اللي تحكم البلد في المرحلة الانتقالية، ويمكن بس ساعتها نقدر نقول إن الثورة بقت تحكم، لأننا لحد هذه اللحظة الثورة لا تحكم. الثورة غلبت نظام أو رأس نظام، ولكن يعني نحن نتلقى الأوامر مثلنا مثل أي أحد آخر. فالضغط الشعبي زي اللي حصل يوم 25 يناير و28 وما بعد ذلك هو الحل الوحيد للوقوف ضد هذه المخططات. ولكن عشان نوصل لهذه الدرجة من الضغط الشعبي برضو مش كان احنا محتاجين توعية، لان الوعي يعني هو اللي حرك الناس يوم 25، وعيهم بمشاكلهم وبان النظام ده بيمثل هو العقبة الاساسية لان حياتهم تتحسن. مشكلة دلوقتي ان الاحساس العام عند الناس كان اقرب لان خلاص القيادة الحالية قيادة مطمئنة وما ينفعش اصلا ان احنا نعارضها، وبرضو الثقافة الابوية المتأصلة في الشعب المصري ساعدت الى حد كبير بان الكلام ده يتداول. وطبعا الاعلام المصري ما زال كما هو كما كان قبل 25 يناير بيقوم بنفس الدور. انما في حوادث دلوقتي معينة بقت تحصل، يمكن اخرها حادثة امبابة اللي اعتقد انها بدأت تنقل مستوى الوعي لمستوى اخر، ان فعلا في حاجة غلط بتتخطط، في حاجة غلط بتحصل من وراء الابواب المغلقة. لو احنا قدرنا نشتغل على المفهوم ده او الوعي الجديد اللي بدأ يظهر عند الناس ده، اعتقد ان احنا ممكن نخلق الحالة تاني اللي نكون بيها ضغط شعبي علشان نرجع الثورة لمسارها ونرجع الاحلام بتاعتنا للاتجاه الصحيح. احنا يمكن من الحاجات اللي كانت مهمة بالنسبة لي النهاردة، كنا قعدنا مع الدكتور عصام شرف علشان نناقش المشكلة بتاعت امبابة، كنا قعدنا معاه امبارح في جلسة وبعدين عقبها جلسة تانية النهاردة، كنا يعني ممثلين من الائتلاف مع اطراف من الاقباط، وناقشنا ايه هي الاطر اللي المفروض نحل بيها المشكلة دي. بس احنا كنا بنتكلم على ان الحلول يجب ان تكون حلول جذرية، الموضوع مش مشكلة امبابة بس، دي موضوع فتنة طائفية يعني بتتزايد يوم عن يوم. فاحنا يعني نتج عن هذا الاجتماع بيان من رئيس الوزراء، والبيان ده تم تشكيل فيه لجنة العدالة الوطنية تكون هي المسؤولة في المرحلة اللي جاية لصد محاولات الفتن الطائفية اللي بتحصل والتعامل مع كل المتطلبات التي يطلبها الأقباط في المرحلة دي وضد أي نوع من أنواع التمييز. وكان من التكليفات اللي تم تكليف اللجنة بيها هو ان هما يتم اعداد مشروع يجرم كل انواع التمييز بين كافة المواطنين المصريين. احنا طبعا في عندنا قوانين موجودة بالفعل، وكلمنا مع وزير العدل في كده، في قوانين موجودة بتجرم هذا، ولكن نحن نحتاج قانون قائم بذاته ليبرز حاجة المصريين لمثل يعني هذا المطلب الاساسي ان احنا نمنع التمييز بينه. وكذلك كان في يعني توصيات بحظر التظاهر والتجمهر امام دور العبادة وتفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعايات الانتخابية والحزبية، واشياء اخرى كان منها مثلا دراسة مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة على ان يتم انجازه في خلال 30 يوم. اعتقد ان هو البيان ده لبى جزء من طلبات اللي ممكن تحد شوية من الفتنة الطائفية في المرحلة الجاية، او هي مش هتحط من الفتنة الطائفية، ان الفتنة الطائفية ملهاش علاقة بالطلبات دي بصراحة، الطلبات دي طلبات الاقباط بيطلبوها منذ الازل، ولكن الفتنة الطائفية زي ما انا كنت بقول في الاول دي يعني عوامل مؤامرة ممكن تكون خارجة عن كل الاطر دي. انما يمكن اهم حاجة احنا محتاجينها في المرحلة القادمة هي دولة القانون، سواء على الاقباط او على المسلمين. دولة القانون هي الحاجة الوحيدة اللي هنقدر يعني نحكم بيها اذا كان في امرأة بتختطف داخل كنيسة ويتم التعامل معها على هذا، او يتم الهجوم على كنيسة لإحراقها، القانون فقط هو من يجب ان يتعامل معه.
أتمنى أن تكون حادثة الفتنة الطائفية دي تكون آخر الحوادث، ولكنني لا أتوقع هذا على الإطلاق. إنما ما أتمنى أكثر هو أن أي حادثة تحصل في المستقبل تساهم في رفع الوعي للشعب المصري أنه فعلا محتاج أنه يفضل صاحي عشان يدافع عن ثورته. شكرا. الحقيقة أنا جالي أسئلة كتير جدا، ولذلك قمت بتوزيع الأسئلة غير مكررة على المنصة، هيجاوبوا عليها بشكل شامل عشان اختصار من الوقت. إذا كان في أي أسئلة يعني ضرورية بعدها سريعا عشان بس نضمها الأسئلة المطروحة. ابتدي من اليسار إبراهيم، وتبتدي أنت الأول. السؤال الأول الذي وصلني هو عن كيفية ضم القوى الصامتة التي تمثل في رأي السائل حوالي 70% من المجتمع المصري، كيف يمكن ضمها إلى النقاش السياسي حتى تسود نسبيا على أصحاب الأصوات العالية. أنا أظن أن الأمر يتعلق بتفسير ما حدث في شهر يناير وفبراير الماضيين. هل كانت الحركة هي فقط حركة من أجل المشاركة السياسية ومن أجل آليات النظام الديمقراطي، أم أنها كانت أيضا احتجاجا على نتائج السياسات الاقتصادية التي اتخذها النظام وحكوماته السابقة؟ وأظن بالتالي أنه لكي يمكن جذب اهتمام الأغلبية الصامتة لابد من الاهتمام بمشكلات الأغلبية الصامتة، لابد من الاهتمام بالمشكلة الاقتصادية، لابد من الاهتمام بالمشكلة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا كفيل حتى بتخفيض حدة المشكلة الطائفية. المشكلة الطائفية، المشكلة الرمزية عموما تنشأ عندما تختفي المشكلة المادية. لابد من التركيز على المشكلة المادية، وهذا الشعب يعاني في الواقع أنه لا مستقبل للديمقراطية في مصر إن كانت الديمقراطية منفصلة عن المشكلة الاقتصادية. فبالتالي إذا كنت تريد للأغلبية أن تشترك في الحياة السياسية فلابد من الاهتمام بالمشكلة الاقتصادية، وهذا ما لا تفعله الحكومة الحالية ولا حتى تفعله الأحزاب قيد التأسيس، وأنا شخصيا أنتمي إلى واحد من هذه الأحزاب. السؤال الثاني هو ماذا يستفيد